مقاوم طبيعي يا جماعة لهرمون الصدع الوراثي DHT، أو تقدر تعتبره DHT بلوكر موضعي على فروة الراس. وفي كتير من المشاهير اليوتيوب جربوا اللوشن ده وقالوا ان هم ارتاحوا معاه جدا، زي استاذ محمد شعراوي مثلا. هسيب لكم هنا الصورة بتاعت الفيديو بتاعه عشان تشوفوه هو بيستخدم العلاج ده او اللوشن ده لإنبات وعلاج الصدع الوراثي. وفي كمان اليوتيوبر المشهورة برضو في المجال النسائي او في الجانب النسائي، سارة هاني، برضو بتستخدم اللوشن ده علشان انبات الشعر وعشان ينبت البيبي هير عندها. اللوشن ده عندنا ريفيوهات كتير جدا ليه لا حصر لها. انا لما دخلت بصيت على الريفيوهات بتاعته، كل اللي استخدمه تقريبا بيشكر فيه جدا. اللوشن ده هو لوشن صرصير الياباني بخلاصة الثوم المكثف. لازم تركز معايا لان الفيديو ابتدى بدون اي مقدمات. اللوشن ده او لوشن صرصير الياباني ده من الحاجات اللي عليها ريفيوهات جميلة جدا، وكمان مكوناته مكونات فريدة جدا من نوعها، تقريبا مش موجودة في أي منتج ليه من منتجات علاجات الصلع الوراثي وعلاج برضو تساقط الشعر. أحلى حاجة يا جماعة شفتها في الريفيوز اللي معمولة على صرصير ده، إن فعلا كل المستخدمين بيقولوا إنه ناجح جدا في إنبات الشعر، ولكن بالذات في منطقة مقدمة الرأس. كل اللي استخدموه بيقولوا فعلا اللوشن ده ممتاز فوق الممتاز في انبات خط الجبهة وانبات البيبي هير في منطقة مقدمة الرأس. هو بيعمل كده ليه عشان نبقى فاهمين؟ هو بيشتغل على محورين. المحور الاولاني وهو تحفيز نمو الشعر عن طريق المادة اللي فيه، وهي مادة يعني كومباينيشن او خليط فريد من نوعه جدا ما بين الثوم المكثف واليود او الايودين وزيت النعناع العطري. الثوم اللي خلاصة الثوم اللي موجودة في لوشن صرصير ده يا جماعة هي مش ثوم حي، يعني مش زيت ثوم او مش ثوم مثلا معصور او ثوم معمول بشكل ما او باخر، لا هو ثوم متسوي في يود. معلوماتكم كده على الهامش يا جماعة، ان اليود هو سر جمال شعر اليابانيات والاسيويات، لان المرأة اليابانية من اكتر نساء العالم حصولا على اليود من اكلها. هم عندهم اكلهم مليء جدا باليود، وطبعا انت عارف شعر اليابانيين والشرق اسيويين عامل ازاي. تلت من ضمن محفزات النمو هو زيت النعناع العطري. زيت النعناع العطري احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير، من ضمن محفزات نمو الشعر الممتازة جدا، وكانت اتعملت عليه دراسة قارنته بالمينوكسيديل وكان جاب نتائج تقريبا قريبة جدا من المينوكسيديل 2%. بقى للحاجة الكبيرة اللي هي بيسموها Elephant in the Room، ودي التركيبة الرئيسية والأساسية التي لها نصيب الأسد في لوشن صرصير لإنبات الشعر، وهي مستخلص العرق سوس. ممكن حد يسمع الكلمة كده يقول لي ايه مستخلص العرق سوس؟ هو مستخلص العرق سوس بيعمل ايه اصلا؟ ده الحاجة ما اتكلمناش عنها قبل كده يا جماعة. مستخلص العرق سوس من ضمن الحاجات الدي اتش تي بلوكر او المثبطة للهرمون المتسبب في الصلع الوراثي بنسبة عالية جدا. مستخلص العرق سوس يا جماعة من ضمن الحاجات اللي فعلا بتنعش جدر الشعراية، بتمنع الحاجة اللي هي الهير مينيتورايزيشن. طريقة استخدام لوشن صرصير ده يا جماعة بتكون ازاي؟ هو لوشن يعني بيترك على الشعر، يعني مش محتاجين نحطه فترة ومثلا زي الزيوت او كده وبعد كده نغسله، هو لوشن بنحطه على الشعر وبنسيبه. بيستخدم مرتين يوميا، ده في اول 3 شهور من استخدامه، لكن بعد كده هيستخدم مرة واحدة فقط يوميا، ويفضل قبل النوم جيب سرنجة حقنة او دروبر او قطارة يعني، وبنسحب بيها 2 ملي من اللوشن ده وبنفضيها على فروة الراس مع التدليك وبنسيبه تماما بدون غسيل. طيب حد مثلا ممكن يسألني انا اغسل شعري بعد قد ايه من اللوشن ده؟ يعني مش اقل من 2 إلى 3 ساعات على الاقل لما نبتدي نغسل شعري. متى تظهر نتائج صرصير لوشن الياباني لعلاج الصلع الوراثي؟ النتائج بتاعته طبقا لتجارب المستخدمين بتظهر في اول 4 شهور من الاستخدام.
ده طبقا للمستخدمين اللي استخدموه وطبقا للريفيوز اللي اتعملت لللوشن ده. ده ممكن يسألني هو لوشن صرصير ده ما هو بالثوم، هل في ريحة ثوم؟ لا يا جماعة، هو ما فيهوش أي ريحة ثوم، ودي ميزته الرئيسية وريحته جميلة جدا وعطرية جدا، لأن الثوم اللي فيه أو خلاصة الثوم اللي فيه متسوية زي ما قلنا في يود وزيت نعناع، وده حاجة بتخليها بتقتل ريحة الثوم تماما، بتاخد فوائده بدون ريحته الوحشة. سعر صرصير لوشن الياباني في السوق المصري بيتراوح ما بين 450 جنيه إلى 550 جنيه. ممكن لو هنشوف السعر ده غالي ممكن، لكن تلاقوش يا جماعة العبوة بتاعته كبيرة، ممكن تقعد أكتر من 3 شهور. يعني هل ممكن يستخدم مع المينوكسيديل؟ يعني حد بيستخدم مثلا مينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي، هل ينفع يدمج معاه مثلا صرصير لوشن ده لعلاج الصلع الوراثي وعشان يزود النتائج ويعززها؟ احب اقول لك جدا يا صديقي، واحب اقول لك مين اللي عمل كده كمان، محمد الشعراوي. محمد الشعراوي لو انت تعرفه عرض فيديو اصلا كان بيقول فيه ان هو بيستخدم مينوكسيديل، بيستخدم روجين على فكره كمان، يعني اللي عايز يعرف شعراوي بيستخدم روجين، وهو عرضه نفسه بيقول ان هو بيستخدم روجين، بيستخدم في اليوم روجين مره، وبيستخدم لوشن صرصير الياباني لعلاج الصلع الوراثي، وكان بيقول ان هو بيجيب معاه نتائج كويسه جدا. اشتري لوشن صرصير ده يا جماعه من فين؟ هو موجود في الصيدلات الكبرى، هتلاقوه الصيدلات الكبيره سيف، العزبي، الزغبي، الحاجات دي هتلاقوه موجود فيها، وموجود برضو على موقع امازون مصر، وموجود على مواقع التسوق الالكترونيه تقريبا كلها. حد بقى عنده تساقط شعر عادي، هل ممكن يستخدم صرصير هير لوشن لعلاج تساقط الشعر العادي؟ طبعا ممتاز جدا، وفي الحاله دي هنستخدمه 3 شهور مرتين يوميا، والثلاث شهور اللي بعديهم نستخدمه مرة واحدة يوميا، وبعد كده ممكن نوقفه ونجيب نتائج كويسة جدا. وفي حالة تساقط الشعر العادي، احنا لما بنبطله تساقط الشعر ما بيرجعش من تاني، بنفضل محافظين على النتيجة، يعني لا نفقد النتائج اللي خدناها منه. صرصير هير لوشن يا جماعة من الحاجات الرائعة جدا اللي اشجعكم على استخدامها، وخاصة ان احنا عندنا دليل للناس كتير عملت عنه ريفيوهات، وناس كتير استخدمته، وناس انا اعرفهم بشكل شخصي استخدموه ومبسوطين جدا بالنتائج بتاعته. طيب لو حد بقى عنده حالة صلع وراثي متقدمة، يعني المرحلة السادسة، المرحلة السابعة، ويقول لي مثلا انا عاوز استخدم صرصير هير لوشن ده لعلاج لوحده، يعني هيستخدم صرصير هير لوشن ده لوحده فقط ومش هيستخدم حاجه تاني معاه عشان يعالج المرحله دي، احب اقول لك يا صديقي للاسف ما ينفعش الموضوع ده. صرصير هير لوشن لعلاج الصلع الوراثي ممكن تستخدمه لوحده فقط لو انت مثلا في المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه، بعد كده هتحتاج تدمج مجموعة من علاجات الصلع الوراثي سويا. لكن لو انت بتستخدم مثلا مينوكسيديل وفينسترايد وانت في المرحلة السادسة او السابعة، او نيو هير لوشن مثلا بتستخدمه وانت في المرحلة السادسة او السابعة، وعاوز تدمج معاه صرصير، اشجعك جدا على الموضوع ده، وفعلا علاج بتجيب نتائج ممتازة جدا وسريعة جدا وبشهادة المستخدمين. كان الكلام اللي عندنا يا جماعة عن صرصير هير لوشن لعلاج الصلع الوراثي وتساقط الشعر، اتمنى يكون الكلام اللي قلناه فاتكم وعجبكم، ولو عجبك الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي هنا، ولو تحب تشوفني تاني اشترك معنا في القناة من زرار السبسكرايب الاحمر، خلي اللون يبقى رمادي، وفعل علامة الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا ان شفت الفيديو ده، واشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.